السلام عليكم، معكم سني شاب. الموضوع ديالنا ديال اليوم شنو ندير سمعنا خبر الباك؟ كاع التلامذة كيشوفوا الباك بحال هكا. ولكن من بعد هاد الفيديو غادي تولي تشوفوه بحال هكا. هاد المعركة ديال الباك غادي نحاربو بجوج حوايج، الوقت والستريس. كيفاش غادي نحاربو هاد الوقت والستريس؟ اجي نفهمو كيفاش. اول حاجة، كيفاش تربح الوقت؟ وباش تربح هاد الوقت خاصك ثلاثة ديال الحوايج. اولا خاصك تنظم النوم ديالك، نعس بكري وفيق بكري. هادشي اللي اكدته جامعة هارفارد الامريكي، ان النوم الجيد كيعزز في القدرات ديال الخلايا العصبية ديالنا اللي مسؤولة على الذاكرة، يعني انه كيزاد التركيز ديالنا وكتزاد القدرة ديال الذاكرة ديالنا. ثاني حاجة هو انك تنظم الاكل ديالك، كل مزيان وكل في الوقت. اخر حاجه باش نربح الوقت مزيان نهار الامتحان وندوز مرتاح، خاصني نعيش تجربه الامتحان. وها كيفاش نعيشها؟ تاخذ واحد الامتحان مثلا الفلسفه، بلاصه ما تخدموا في ثلاثه السوايع خدموا غير في جوج سوايع، وهكا غادي تحس بالضغط ديال الوقت اللي كيكون نهار الامتحان. باش نهار الامتحان تمشي تخدم وانت يا مرتاح، على اساس انك عندك جوج سوايع ولكن هي في الاصل ثلاثه السوايع. غادي تكتسب واحد الراحه نفسيه كبيره وغادي تولف على ضيق الوقت. بعد ما حاربنا الوقت وخلينا يكون في الصالح ديالنا، غادي نفوتوا للعائق الثاني اللي كيواجه غالبيه التلاميذ اللي هو ستريس. الضغط هو حاجه عاديه وطبيعيه للجلد اللي ما خصهاش تزيد على الحد ديالها، ومن الاسباب ديالها هما التصورات السلبيه اللي كتمثل حاجز امام الهدف ديالك اللي هو الباك. باش تخطى هذا الحاجز خاصك تثق في راسك وتثق في داكشي اللي قريت، تركز على الهدف ديالك اللي هو الباك وتتأقلم مع الوضع. وتفاش تتأقلم مع الوضع؟ تاخذ امتحان وتحاول تخدمه كيما غادي تدوز بالقسم، كون انت الحريص على راسك. هكا غادي تكتسب واحد التجربه شبه مماثله اللي غادي تكون نهار الامتحان، وهكا غادي تحيد على راسك واحد الضغط كبير نهار الامتحان. اهم حاجه التفكير الايجابي، ديما فكر بايجابيه وبعد على الافكار السلبيه. هكا غادي ندوز الامتحان ان شاء الله وانا مرتاح. شكرا لكم على المشاهده. تلميذات والتلاميذ ديال البكالوريا الله يوفقكم في الامتحانات ديالكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا جيم وديروا ابون. عندكم شي تساؤل خليونا في الكومنتات، ما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم.